ولا أكشف سرا عندما أؤكد في هذه المناسبة أن من بين التحديات التي خضناها بقناعة وإصرار هو وقوفنا بالمرصاد لكل أشكال الانحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني وكلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات. كانت فيه تصرفات إن شاء الله ما ترجعش، رغم أن شيء نادر، ولكن فيه بعض الناس ما زالوا يحنوا للماضي الأليم اللي عاشوا البلاد، ويظن باللي يضغط على الدولة ويضغط على السياسة الاقتصادية تاع الدولة لما يتواطأ مع ناس في الخارج باش يدير معاهم تلفزيون ويسب الدولة ولا يسب الأمور هذه. مشات اللي يبغي يسب ولا يبغي يندب. أنا قلتها، القطار انطلق وما يتوقفش، اللي يركب ركب واللي ما ركبش يشوف صباط مليح.